شبيه باحتفالات الهالوين، لكن طقوسه مغايرة. يطلق عليه كرنفال بوجلود أو بالماون أو بالبطاين أو بالحليس، الذي يعني صاحب الجلود أو صاحب الأقنعة، وهو عادة ترجع جذورها إلى قرون من الزمن، ويقام سنوياً بمناسبة عيد الأضحى في المغرب. لنتعرف على قصته. بوجلود تقليد شعبي أمازيغي، تقوم فكرته على تجول الشباب بين الأزقة والشوارع على إيقاع الأهازيج الشعبية، وهم يضربون المرة والمتفرجين بساق غنم أو ماعز، ويرتدون جلود الأضاحي في محاولة منهم لنشر أجواء الفرح خلال الأيام التي تلي العيد. ويواصل كرنفال بوجلود إثارة الجدل بين رافض للتغييرات التي أدخلها الشباب على هذا الطقس الاحتفالي السنوي، وبين مرحب بها ومطالب بالحفاظ على هذا الموروث الثقافي اللامادي. وسبق لسلطات مدينة أكادير وبدعم من وزارة الثقافة ومجلس الجهة أن أعلنت عن الدورة الأولى للملتقى الاحتفالي بالماون الكرنفال الدولي لأكادير العام الماضي، ومن المرتقب أن تستمر احتفالات هذه السنة إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز القادم وسط مدينة أكادير. هل سبق وأن حضرت الكرنفال؟